السوداني، ونقدر ننفرد بتشكيل المريخ السوداني لهذا اللقاء. يعني برضو اذكرك ان في الاجتماع الفني تم تحديد النادي الاهلي هيظهر بزيه الرداء الاحمر، الزي الرسمي للنادي الاهلي. نادي المريخ السوداني هيكون بالرداء الاصفر. نادي المريخ السوداني هيكون في حراسه المرمى الحارس منجد النيل ابو زيد، قدامه اربعه، مستر لي كلارك بيلعب بطريقه 4 3 3، قدامه اربعه بخيط خميس 38، مصطفى كرشوم رقم 2، وحمزه داوود رقم 5، واللاعب الكاميروني توماس ايتا 36. في نص الملعب هيلعب بثلاثة، اللاعب عمار طيفور رقم 12، ومحمد الرشيد رقم 7، وعماد الدين صلاح رقم 26. وده ممكن احد اللاعبين اللي يعني لو هيعمل تعديل في تشكيل اللاعبين هيبقى عماد الدين صلاح. هيبقى قدامه اللاعب رمضان عجب والسماني سعد الدين واللاعب النيجيري توني ايجا ماريجوي. ده التشكيل الاقرب بنسبه يعني 99% للفريق المريخ السوداني. خليني برضو اذكرك بطاقم التحكيم الانجولي اللي هيدير هذا اللقاء، وهو الحكم هيلدر مارتينيز حكم الساحه، هيعاونه جيرسون ايميليانو مساعد اول، مساعد الثاني ميريليس اوليفيرا، والحكم الرابع جوزيه الفارو. دي يعني تقدر تقول كل الكواليس الخاصه بالمباراه. خلال طبعا هيكون تحرك بعد قليل تحرك فريق النادي الاهلي لاستاد الاهلي والسلام اللي هيستضيف احداث اللقاء. زميلي احمد ان شاء الله يوم يكون مميز لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله. انا موجود معاك لو في اي استفسار. لا هو استفسار بره المباراه بعيدا عن الماتش. يعني احتفلوا بمجدي قفشه، محمد مجدي قفشه النهارده في الفرقه احتفلت بيه عشان عيد ميلاده، ولا مأجلين الاحتفال بعد الماتش؟ طبعا الكابتن سيد قال هنأجل اي احتفالات لما بعد المباراة الاهلي والمريخ، وان شاء الله يحتفل اللاعبين بمحمد مجدي قفشه. ان شاء الله النهارده يكون واحد من اللعيبه اللي لهم نصيب النهارده في التهديف، ويبقى الاحتفال في الملعب وخارج ارض الملعب ان شاء الله في غرفه خلع الملابس. وبالمناسبه دي طقوس دايما معتاده، دي طقوس معتاده دايما في النادي الاهلي ايا كانت زميل احمد، سواء مباراه في الدوري او مباراه في افريقيا، الاحتفالات دايما بتكون بعد نهايه المباراه. صحيح. نحتفل كلنا بعيد ميلاد محمد مجدي قفشه باذن الله. صحيح يا فاروق، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للاعبتنا النهارده. ويمكن